أكثر من مليار مسلم حول العالم يتوجب عليهم الحج ولو لمرة واحدة في العمر. سنوياً يأتي ملايين المسلمين إلى مكة عبر الجو والبحر والبر ملبين نداء الله. ما أن يصلوا إلى السعودية حتى يجدوا الاستقبال الكريم والحفاوة الكبيرة، فخدمة الحاج شيء يفتخر به السعوديون وملوكهم الذين اختاروا تبديل ألقابهم من جلالة الملك إلى خادم الحرمين الشريفين. تبدأ مناسك الحج في يومها الأول بالطواف حول الكعبة والسعي، حيث يقوم بهما أكثر من 2 مليون شخص في وقت متقارب. وفي اليوم الثاني يتوجهون لمنطقة عرفة ويمكثون بها ساعات في منظر مهيب، وبعدها يتجهون لمنطقة مزدلفة وينامون بها حتى تشرق الشمس. وفي اليوم الثالث يذهبون جميعاً لمنى ليبيتوا فيها ويرمون الجمرات لثلاث أيام متتالية. وفي اليوم السادس يودعون مكة بالطواف حول الكعبة مرة أخرى. في مثل هذه الأجواء الإنسانية العظيمة التي يتساوى فيها البشر في اللباس والحركة والموقع والخضوع لله، يعيش الحاج أسبوعاً روحانياً لا مثيل له قبل أن يشرع بحزم أمتعته للعودة للديار عبر البر والبحر والجو. ويستعد ملايين آخرون في مختلف بلدان العالم لحج العام المقبل، وتستمر المملكة في الاستعداد والعمل لخدمة ضيوفها.